انضم الينا عبر الهاتف دكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصاديه. اهلا بحضرتك دكتور وليد. اهلا استاذ محمد، صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. دكتور وليد، اسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي من العمله الاجنبيه ده بيدل على ايه في راي حضرتك؟ طبعا الاحتياط المصري هو مؤشر من المؤشرات المهمه، وكان سبب ارتفاعه الاساسي هو برنامج الاصلاح الاقتصادي. احنا كان عندنا مشكله قبل كده ان ايرادات مصر من الدولار كان لها سوقين، السوق الرسمي والسوق السوداء. مع برنامج الاصلاح الاقتصادي نجح في القضاء على السوق السوداء للعمله الاجنبيه، نجح في انه يحوز ثقه المصريين والعاملين بالخارج ان هم يرجعوا فلوسهم في الجهاز المصرفي. ويمكن يعني احنا بنشاهد كمان في تداعيات ازمه كورونا النهارده ان تحويلات المصريين بالخارج كمان حتى ارتفعت في البنوك المصريه، لان هم واثقين في الجهاز المصرفي رغم يعني هم مش عارفين ينزلوا مصر طبعا، فبيحولوا فلوسهم يعني. ولولا ذلك لكان تتحصل مشكله كبيره يعني لولا ذلك. فارتفاع الاحتياطي كان له عده اسباب، منها الثقه في الجهاز المصرفي، القضاء على السوق السوداء، التحسن في او زياده الصادرات المصريه مقارنه بزياده الواردات في الفتره الماضيه، الكثير من الاجراءات. وده بيتم كمان يعني رغم تداعيات كورونا اللي قدرت مصر تمتصها وقدرت تسترد عوده استثمارات الاجانب في الدين الحكومي مره اخرى بعد ما كانوا خرجوا في بدايه ازمه كورونا، بعد ما كنا وصلنا قبل كورونا نحو 28 مليار دولار استثمارات اجانب. نعم. طب دكتور وليد، طبعا زياده الاحتياطي النقدي زي ما قلنا ل 40 مليار دولار ونجاح المرحله الاولى من برنامج الاصلاح الاقتصادي، زي ما الخبر بيقول في مرحله ثانيه من برنامج الاصلاح الاقتصادي لا تتضمن اي اعباء على المواطنين، ممكن حضرتك تلقي لنا الضوء ايه هي المرحله الثانيه، سماتها ابرز سماتها اللي موجوده اللي هتبقى موجوده؟ طبعا يا استاذ علاء، خلينا ناكد بس ان عمليه الاصلاح هي عمليه دائمه ومستمره، والعالم كله بيعمل اصلاح وبيتطور، لانه من لا يتقدم يتاخر، لازم نكون متطورين. وزي ما كل حاجه بتتطور لازم في كل الملفات بنطور نفسنا، لكن هي كانت صعوبه المرحله الماضيه من الاصلاح طبعا، لان هي كانت متعلقه باجراءات مثل اعاده هيكله الدعم وتحرير اسعار المصروفات وتحرير سعر الصرف. هذه الامور يعني تمت بالفعل. صحيح. نحن امام عمليه اصلاح هيكلي في كل القطاعات، كل قدر او كل جزء من الاصلاح في هذه المرحله هيكون يعني هيكون بصوره ايجابيه على المواطن. يعني خلينا نتكلم على المحور المتعلق بوزاره الماليه. وزارة المالية لديها مجموعة من المحاور اللي المواطن بالفعل هيشعر بنتائج إيجابية بالنسبة لها. يعني لما بنتكلم عن قانون الجمارك الجديد اللي بيقوم بعملية ميكنة إجراءات الجمارك بصورة تقلل من فترة التخليص الجمركي للسلعة، وتكون الجمارك منطقة عبور وليس منطقة تخزين، ده هيقلل التكلفة بصوره تؤدي الى ان السلعه اللي داخله مصر او حتى المواد الخام اللي داخله مصر للمنتجات والسلع اللي بتصنع في مصر تكلفتها الاجماليه هتكون اقل، فالسعر هيكون انسب مع المواطن. ايضا في ملف الضرائب، عمليه ما كانت في جهاز الضرائب ودمج مصلحه دمج الضرائب القيمه المضافه مع ضرائب الدخل، وشفنا الاجراءات الاقرار الالكتروني و الفواتير الالكترونيه وغيرها من الاجراءات اللي بتساعد على ضم الاقتصاد الرسمي، ده بيؤدي الى توزيع عبء الضريبي على الاكبر قدر من المجتمع الضريبي بصوره بتخفف من الممول الملتزم، يعني ما يكونش الممول الملتزم هو اللي بيدفع ضريبه. واللي تابعناه مع حضرتك كمان دكتور وليد خلال افتتاح السيد الرئيس لمجمع الاصدارات المؤمنه والذكيه، كان في كلمه ايضا لوزير الماليه تحدث فيها عن فكره تحصيل الضريبه بشكل يعني دقيق للغايه من خلال التعامل بالطريقه التكنولوجيا الحديثة والمميكنة في يعني معرفة لغاية كل علبة أو كل منتج من المنتجات برقم ملصق عليه بشكل أو بآخر غير قابل للتقليد، يؤدي إلى تحصيل الضريبة بشكل مباشر، وأنك تعرف كمان تحد من موضوع التهرب الضريبي أو دخول سلع غير مضمونة المصدر إلى الأسواق. فعلا يا أستاذ محمد، وده مشروع ابتدى بمركز كبار المولين،
بعدد معين من الشركات، ومن المستهدف يعني خلال الفترة القادمة ان كافة الشركات اللي موجودة في مركز كبار الممولين تطبق نظام الفاتورة الإلكترونية، ودي يعني هي مجموعة الشركات اللي في مركز كبار الممولين بتدخل يمكن 80% من الحصيلة. دخولهم في هذه المنظومة ده شيء مهم، وأيضا هذه المنظومة سيتم تقريرها على كافة الممولين في كافة المأموريات بصورة تدريجية. نعم. هناك محور آخر، يعني محور إدارة الموازنة وتطوير إدارة الموازنة. لدينا أيضا المحور ومحور مهم إدارة التعاقدات الحكومية الموحدة، وإن تمت بالفعل تحديد عقود موحدة علشان إعادة تنظيم المشتريات الحكومية وعدم الإهدار في مجال المشتريات. اللي عايز أكد عليه إجمالا إن وزارة المالية لديها حصة من ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي، وكون ان يكون هناك برنامج ده معناه ان هناك مستهدفات معينه بمواعيد معينه سيتم الالتزام بها. مصر قبل الفتره ما بين برنامج الاصلاح الاقتصادي الاول وبرنامج الاصلاح الهيكلي اللي بنبدا فيه كانت بتقوم باجراءات اصلاح بالفعل، ولكن اجراءات هناك فارق ما بين ان يتم اجراءات اصلاحات بصوره تدريجيه وبين ان تتم في برنامج. البرنامج بتكون له مده، بيكون له الزام على القائمين على البرنامج انفسهم بان هم يحققوا مستهدفات معينه في وقت معين، وده بيدل على العزم والاستراتيجيه المؤكده اللي بتقول ان مصر بتتجه نحو الاصلاح اللي هيحقق لها مزيد من التحسن في مالياتها العامه وفي مؤشراتها الاقتصاديه، وبيؤدي الى اكتساب ثقه كبيره من المؤسسات الدوليه اللي هي بتثق بالفعل في الاقتصاد المصري، اللي سيعزز هذه المكاسب عمليات الافصاح وعمليات اللي هتؤدي الى ثقه اكبر في وجذب اكبر. طيب دلوقتي دكتور وليد، واحنا في المسار اللي حضرتك بتقوله ده وشهاده المؤسسات الدوليه وتحفيز قطاعات معينه، دلوقتي بعد كورونا ظهرت قطاعات اقتصادية جديدة أولى بالرعاية أو أولى بالمساندة، وفئات كمان أولى بالمساندة. حضرتك شايف إيه هي أبرز القطاعات الاقتصادية دلوقتي اللي محتاجة مساندة؟ الحقيقة يعني إحنا شفنا في أزمة كورونا وكان هناك إجراءات مساندة وتم رصد نحو 100 مليار جنيه لقطاعات القطاعات المتضررة، سواء في الصناعة أو في السياحة أو النقل أو غيرها. الآن نحن أمام موازنة، الموازنة اللي جاية من الواضح إن عملية التعافي من كورونا بتتركز في الأساس في ضخ استثمارات حكومية تحاول تنشط السوق، بتتركز أيضا في الحفاظ على بعض المكتسبات لمساندة قطاعات القضية. النهاردة عايزينها تخرج بقى من فكرة مساعدات نقديه او تمويل، وده بيتم وهيتم وفقا لسياسات السياسه النقديه للبنك المركزي، الى تطوير الدعم للصادرات بيتم تطويره بصوره تؤدي الى مزيد من النجاح. فكره تعميق الصناعات، وده شيء مهم جدا هيساعد في الفتره القادمه وهيساعد المنتجين وهيجذب الاستثمار. تطوير القطاع الزراعي، لدينا في كل القطاعات اجراءات. يعني انا اقول لحضرتك مثلا في قطاع الاسكان لما بنقول ان في مبادره بتمويل ب 3% للاسكان المتوسط واسكان كان الاجتماعي، ده معناه ان هذه الاموال وهذا الدعم من الدوله ده معناه انه بيساعد هذا القطاع انه يجذب عملاء جدد يساعدوه في تلك المشروعات، يشغل مصريين، يحرك الاقتصاد المصري. فهي القيمه اللي هتكون في الفتره القادمه ازاي ان احنا نطور كافه القطاعات، ازاي المواطن في سوق التجاره الداخليه يتم تطوير قانون المنافسه ويتم مزيد من محاربه الاحتكارات وتطوير السوق ومناطق لوجستيه تؤدي الى تخفيض السلع. لدينا في برنامج الاصلاح الهيكلي اصلاح لكافه هيكل الاقتصاد المصري في فتره قليله هيشعر بيها المواطن بصوره تدريجيه، واللي باكد عليه فكره الصوره التدريجيه. يعني احنا بنشوف زي ما شفنا قبل كده في برنامج الاصلاح الاقتصادي الاول، العمليه الاول الكهرباء والميه قدرت تتوفر، لما بعد كده شفنا يعني كانت الاجراءات تدريجيه. ايضا اتصور ان مع كل اجراء بيتم خلال البرنامج الجديد سوف يشعر المواطن به تدريجيا في صوره تحسن كبير في قوه العمله المصريه، في توفر السلع باسعار مناسبه، في خلق فرص عمل،
في الكثير من احنا بنشكر حضرتك الدكتور وليد جبلة خبير التشريعات الاقتصادية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.